ديالنا تبارك الله عليه جاب واحد كثره كبيره، كنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا. والتعادل كان في حق اللاعبين ديالنا يجيبوا، حنا كنا ما جينا لا الربح ولكن ما جينا التعادل، هذيك هي اهم حاجه. وباقي ان شاء الله نزيدوا للقدام هادشي اللي كاين. ان شاء الله حنا نبقاو في قيس الاضواء، وكما هادشي راه كنقدموا واحد الكره كبيره اللي كيشهد بها الجميع حاليا، وحنا نزيدوا للقدام ان شاء الله ربي. السر جاو عندنا لاعبين جداد ورجعنا كندخلوا امام الجمهور ديالنا، وجا عندنا سي عبد الواحد اللي هو ابن الدار اللي كيعرف شنو كيدير، كيقرا الخصم مزيان تبارك الله، وهذا الشيء اللي كاين.